هاي بعد هذه الانطلاقة وبعد هذا التواصل يبدأ شوط جديد أيضا باليسار، وتحمل أيضا انطلاقات هذه الانطلاقات مع هذه اللحظات. إذا يبدأ الجميع وتبدأ أيضا تحديات هذا الشوط. دعوني أرحب مشاهدينا متابعينا الكرام أيضا بزميلي القادم للمشاركة معنا في هذه التحديات وهذا المسار، الزميل سالم بسعيد بن حضيرم، لنتابع معه انطلاقي هذا الشوط. سامبر شهاد مبروك. بسم الله الرحمن احمد امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرني ويسعدني اني اشارك في هذا اليوم وفي مركز المونديال الذي قاموا على ارضية ميدان الشحانية بدولة قطر. ونتابع وياكم الان مقدمة هذا الشوط وجائزة هذا الشوط، سيارة تويوتا ستيشن مقدمة من السيد من شركة اتصالات قطر كيوتل. نتابع وياكم الان مقدمة هذا الشوط وبنشوف الان اللي في المركز الاول. ناخذ الشاحنية في المركز الاول للسيد محمد بن مبارك بن عبيد الشامسي، ننتقل الى المركز الثاني وبنشوف اللي في المركز الثاني. وفي المركز الثاني في هذه اللحظات ارى اللي في المركز الثاني لسحايب لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبريل المركز الثالث. نشوف وناخذ الظبي في المركز الثالث للسيد عبد الهادي بن عبد الله الهاجري، هي الان اللي في المركز الثالث. نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الرابع. نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع صوغه للسيد طلال، المركز الرابع منصورة للسيد جابر بن حمد بن مسعود، وفي المركز الخامس للسيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري واسمها الغيور. هذه النتيجة وهذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحبل الكريم مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة الكاس وقناة دبي ريسنج وقناة أيضا الهجن، نتابع الآن مقدمة هذا الشوط. ولا زالت منذ البداية وحتى هذه اللحظات الشاهنية تطمح بفوز هذا الشوط والسيارة. ها هي الشاهنية تشاهدونها على شاشة التلفزيون للسيد محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي، لا زالت مسيطرة سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمتها هذا الشوط. الظبي في المركز الثاني للسيد عبد الهادي بن عبد الله بن نايفة الهاجري، لا زالت في المركز الثاني. المركز الثالث سحايب، سحايب لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبريل هي اللي في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع. وفي المركز الرابع الشحانية للسيد جار الله بن محمد بن عقيل المري، اسعد الله صباحك يا البرنس. ننتقل الى المركز الخامس، وفي المركز الخامس ارى منصورة، منصورة للسيد جابر بن حمد بن مسعود المري. هذا ثاني ندى، هذا ثاني ندى للمراكز الخمس الاوائل. ونرجع الى مقدمة هذا الشوط الى سيدة الموقف حتى هذه اللحظات منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهي مسيطرة سيطرة كاملة سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي. الملاحقة والمتابعة منذ البداية وحتى هذه اللحظات من صالح الظبي، الظبي لا زالت تحاول أن تنتقل إلى مقدمة هذا الشوط، تترقب الأوامر من مالكها ومضمرها والذي يقوم بعناية تامة السيد عبد الهادي بن عبد الله بن نايفة الهاجري. وفي المركز الثالث سحايب، يا سلام يا سحايب، سحايب في المركز الثالث لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين هي اللي في المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف الثلاث تقريبا انفصلا عن بقية المراكز، المركز الرابع نشوف الشحانية للسيد جار الله بن محمد بن عقيل المر،
الدوري وفي المركز الخامس، المركز الخامس الغيور للسيد عبد الله بن محمد، عبد الله بن مظفر بن محمد العامري هي الآن اللي في المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه النتيجة، ونحن بنسير عند مقدمة هذا الشوط مع الثلاث الأوائل مع المنافسة. بنشوف نغترم من لوحة 2 كيلومتر، نغترم من لوحة 2 كيلومتر بقيادة الشاهينية. لكن سحايب، سحايب بدأت تسحب المركز الأول، بدأت تسحب الأنظار، بدأت تسحب عدسات الكاميرا. ها هي سحايب تشاهدونها على شاشة التلفزيون تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط بدون أي أوامر تذكر من مضمرها ومدربها والذي يقوم بعناية عناية تامة. والملكية تعود لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، هي اللي في المركز الأول. المركز الثاني، شوف وناخذ اللي في المركز الثاني، الشاهينية للسيد محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث الظبي، الظبي للسيد عبد الهادي بن عبد الله بن نايفه الهاجري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الشحانية للسيد جار الله بن محمد بن عقيل المري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس رغايب للسيد محمد بن غريب بن راشد الاجتبي. اول لدى الرغايب هي تصل وتنتقل الى المركز الخامس. نرجع الى سحايب، يا سلام يا سحايب، لا زالت مسيطرة حتى هذه. سحايب الخير، والخير عم هنا على أرضية ميدان الشحانية، يا سلام هطول أمطار على أرضية هذا الميدان. وسحايب، ها هي سحايب ومهرجان خير، مهرجان المونديال، يا سلام. وسحايب لا زالت مسيطرة حتى هذه اللحظات، ونحن نغترب، نغترب من لوحة الكيلومتر الأخير. كيلو السبوق، كيلو الأوامر، والسبوق تريح أعصابك، تشتهر ويشيع طاريها لو تعشيها على ثيابك، ما تضيع مروتك فيها، يا سلام يا سحايب. سحايب لا زالت مسيطرة، سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. ها هي سحايب لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، هي اللي في مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى الشاهينية، الشاهينية في المركز الثاني للسيد محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي. وفي المركز الثالث القادم أرى الآن غيارة، غيارة للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري قادم وتنتقل إلى المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع أرى الآن الوذبة للسيد مايد بن راشد بن خميس الغويص. وخلونا مع سحايب، مع سحايب صاحبة إنجازات عديدة على أرضية هذا الميدان، وميدان أيضا ميادين دول مجلس التعاون. ها هي سحايب، سحايب لا زالت مسيطرة. أرى الآن الشاهينية بدأت تظهر خطورتها، بدأت تظهر 200 متر، 200 متر، وسحايب، سحايب لا زالت مسيطرة حتى هذه اللحظات. يا سلام، وصدرت الأوامر وبدأت تحلق على أجواء ميدان الشحانية. ها هي سحايب تنتزع الفوز، تنتزع السلامات. سلام، سلام عليكم يا أهل المملكة العربية السعودية. تهانينا لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين على فوز سحايب بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية للسيد محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي. المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب الوذبة للسيد مايد بن راشد بن خميس الغويص. وفي المركز الرابع للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب طواري للسيد الفندي بن خميس المزروعي. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأوائل، الندى للمراكز الخمس الأوائل، والجوائز إلى العشر. ناخذ التوقيت الزمني، ساعة وصول سحايب إلى خط النهاية، محتلة المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. قاطعة مسافة 6 كيلومتر في زمن وقدرة 9 دقائق 18 ثانية، 47 جزء 93 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة المحافظ
سليمان بن حمد بن جبرين على فوز سحايب بالمركز الأول، والسلامات إلى أهالي المملكة العربية السعودية، واسعد الله صباحكم يا أهل النعيرية. الذي وصلت في المركز الثاني الشاهينية، قاطع المسافة، نشوف الشاهينية إذا أمكن يا مخرجنا يا أحمد الحمادي. المركز الثاني 9 دقائق 19 ثانية، 57 جزء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن مبارك بن حرزي الشامسي، والذي وصلت في المركز الثالث الوثبة قاطع المسافة في زمن وغدرة 9 دقائق 20 ثانية، 23 جزء من الثانية. تهانينا للسيد مايد بن راشد بن خميس الغويص، والآن الميكروفون يذهب إلى الزميل حمد بن